السؤال رقم 9 بيقول لي use the voltage divider circuit as a series circuit to calculate resistance and voltage drop across the components. ايه الموضوع؟ الموضوع ان انا لو عندي مقاومتين متوصلين على التوالي، دي اسمها دائرة تقسيم الجهد، ان انا ممكن نحصل على جهد صغير من بطارية جهدها كبير مستخدمين هذه الدائرة. زي السؤال اللي هيبقى موجود قدامنا حالا، ادي السؤال بيقول لي عندي تو ريزيستور 47 اوم اند 82 اوم. لو انا بصيت على المقاومة الاولى هذه ولتكن 47 اوم، والمقاومة الثانية 82 اوم، are connected in series، متوصلين على التوالي across 45 voltage battery. دي كده 45 فولت. اول حاجة عايز what is the current in the circuit. علشان اجيب الكرنت لازم اجيب الاول ال R EQ. ايه ال R EQ؟ المقاومة المكافئة لمقاومتين سيريز او مقاومتين توالي بتساوي R1 plus R2، يعني هيساوي 47 plus 82. طلع الآلة بتاعتك، 47 plus 82 يطلع 129 اوم. هذه ال equivalent resistance. اقدر كده اجيب الكرنت اللي هو عايزه، اي توتال هيساوي دلتا في اوفر ار اي كيو، هتساوي 45 على 129، وبالآلة الحاسبة برضو 45 على 129 يطلع 0.35 امبير. 0.35 امبير. المطلوب رقم بي، what is the potential difference across each resistor؟ ايه فرق الجهد بالنسبة لكل مقاومة؟ فرق الجهد بالنسبة للمقاومة الأولى V1 هتساوي I total في R1، I total اللي عندك في الآلة الحاسبة اللي موجودة في الأنسر ضرب 47، يعني هذا الأنسر دوت ضرب 47 هتساوي 16.4 فولت، وال V2 هتساوي I total في R2، أو ممكن أقول 45 ناقص فرق الجهد بتاع هذه المقاومة. ممكن أقول إن V2 تساوي دلتا V بتاعت البطارية ناقص V1. بأي طريقة اللي أنت تريحك تعمل بيه، يعني 45 ناقص 16.4 يطلع، يبقى الأنسر ده ناقص 45 يطلع 28.6 فولت. هتقول لي طب لو عملتها كده، تعال نجرب، في 82 يبقى 0.35 في 82 يطلع تقريبا نفس الأنسر، مجموع الاتنين دول يطلع 45، يعني المفروض 16.4 زائد 28.6 يطلع 45، اللي هو الجهد بتاع البطارية. المطلوب رقم سي بيقول لي if you replace 47، لو غيرت دي with 39، حطيت بدلها 39 اوم ريزيستور، will the current increase ولا decrease ولا remain the same؟ طب انا عملت ايه؟ انا قللت هذه المقاومة. طالما المقاومة دي قلت، يعني قللت ال equivalent resistance، المقاومة المكافئة قلت، ولما المقاومة المكافئة تقل التيار يزيد. تعال نقول الكلام ده كمان مرة. جبت لك الرسمة اهيت، حطينا هنا مقاومة 39 اوم، حطينا ديت زي ما هي 82 اوم، واحنا بنحل في رقم سي هنجيب ال ار اي كيو، هتساوي R1 زائد R2 39 بلس 82، 39 بلس 82 يطلع 121 اوم. طب كانت الاول 129، دلوقتي بقت 121، يعني قلت ولا زادت؟ قلت، decreases. طب تعال نشوف الاي، احنا قلنا الاي هيزيد، طالما المقاومة قلت يبقى التيار هيزيد، هيساوي دلتا في على ار اي كيو. دلتا في زي ما هي ما زالت 45، ما غيرناهاش، 45 على 121 هتساوي 45 قسمة 121 هتساوي 0.37، كانت الأول 0.35، يبقى حصل لها إيه؟ حصل إن الكورنت إنكريز، عشان لو المقاومة قلت التيار يزيد.
رقم 4 أو رقم D: What is the new potential difference across 82 ohm؟ تعال نشوف إيه اللي حصل للـ potential difference على الـ 82 أو V2 يعني. يعني إحنا عايزين نجيب V2 بس، هتساوي I total الجديدة في R2، هتساوي الأنسر اللي موجود معايا في الآلة الحاسبة في الـ 82. يطلع الـ V2 هذا الرقم ضرب 82، تطلع 30.5 فولت. كان في المرة الأولى 28، دلوقتي بقى 30.5، يعني هو كمان إيه حصل له increase. ليه increase؟ عشان قيمة التيار زادت، ففرق الجهد أو البوتنشال دروب زاد. سؤال رقم 2 بيقول لي a 9 voltage battery ديت 9 فولت and 2 resistor 390 اوم و470 اوم are connected as a voltage divider. What is the potential difference across a 47 ohm؟ عايزين الـ potential difference هنا الـ V2 ده. خطوات: خطوة رقم 1 REQ هتساوي R1 plus R2 عشان دول series، توصيل توالي، هيساوي 390 زائد 470. يطلع بكام؟ 390 زائد 470 ب 860 اوم. خطوة رقم 2 هنجيب الـ I total يساوي دلتا V على RQ يساوي 9 فولت على 860. عايز تجيبها بالآلة الحاسبة، نعملها عادي 9 على الأنسر يطلع 0.01. خطوة رقم 3 هو عايز الـ V بتاعة المقاومة 2 هتساوي الـ I total في الـ R2، يعني 0.01 ضرب 470، يبقى الـ V2 هتساوي هذا ضرب 470 ب 4.92 فولتج. كده جبت الـ A الـ potential difference across 47 اوم، أو فرق الجهد على هذه المقاومة. السؤال رقم 10 أو المفهوم العاشر: explain the characteristics of parallel circuit. طبعا جه نفس الكلام من شوية، بيقول اشرح خصائص الدائرة اللي هي التوازي الـ parallel. أول حاجة the circuit total current، الـ total current is split between the parallel branches. الـ total current بيتقسم، بص معايا كده في الرسمة اللي موجودة قدامك دي، هنا الـ total current كان كام؟ آدي ده الـ I total يساوي 38، اتقسم مشي هنا 5 أمبير ومشي 13 أمبير ومشي 20 أمبير I1 I2 I3. لو جيت بصيت هتلاقي ان الـ I total هيساوي I1 زائد I2 زائد I3، ادي 20 30 33 و5 38. The sum of the current in the parallel branches equal the total current. Total current بيساوي المجموع التيارات اللي في الفروع. The overall resistance of the circuit decreases as the number of branches grows. كل ما بزود مقاومة على التوازي، المقاومة المكافئة بتقل. The branches of a parallel circuit are independent of each other. كل مقاومة مستقلة عن التانية في التيار بتاعها، يعني بمعنى لو أنا شلت هذه المقاومة يظل التيار في هذا الفرع زي ما هو. أمال أنهي تيار اللي اتغير؟ اتغير التيار التوتال. يعني أنت قاعد في البيت، طفيت النور بتاع الغرفة بتاعتك، الإضاءة بتاعت الغرف التانية تظل زي ما هي، مش هتتأثر. ليه؟ عشان دول متوصلين على البارالل. Removing a resistor، لو شلت مقاومة from the circuit would decrease the total current. طبعا هتقلل الـ total current، التيار الكلي through the power source، but the current flowing through other resistor will not be affected. التيار اللي ماشي في المقاومات التانية لن يتأثر، الـ I total بس اللي هيتأثر. سؤال 11 بيقول لي solve problem to find the current voltage and resistance in series circuit. اوجد قيمة التيار وفرق الجهد والمقاومة المكافئة في التوصيل على التوالي. هنا سؤال 45: a series circuit has two voltage drops. يعني عندي دايرة
سيريز او دايرة توالي بهذا الشكل. عندي الفولتج دروب اللي موجود هنا كده، فرق الجهد اللي موجود على هذه المقاومة 5.5 فولت، واللي موجود على هذه المقاومة 6.9 فولت. دي R1 وهذه R2، وده V1 وده V2، وهذه دلتا V بتاعت البطارية أو الـ VMF. What is the supply voltage؟ الدلتا V هتساوي كام؟ عرفناها خلاص، بتساوي V1 زائد V2. V1 5.5، V2 6.9، وتطلع الأنسر أهوت بالآلة قدامك، كل حاجة بالآلة. 5.5 زائد 6.9 يطلع 12.4 فولتج. سؤال 49 بيقول لي أميتر رقم 1، فين أميتر 1؟ هذا الأميتر in figure 18 read 0.2 أمبير. طبعا يعني هنا كده كان في تيار 0.2 أمبير، التيار ده طالع من البطارية، يبقى ده I total. What is the total resistance of the circuit؟ كم resistance؟ عندي 2 resistance متوصلين ورا بعض في نفس اللاين، يبقى ده سيريز يعني توالي، نجمعهم يبقى الإجابة رقم A. ال R equivalent هتساوي R1 plus R2 هتساوي 22 زائد 15. بالكالكليتر 22 و15 37 أوم. What is the potential difference across the battery؟ فرق الجهد بتاع البطارية كام؟ فرق الجهد بتاع البطارية دلتا V بتساوي I total مضروبة في ال Req. ال I total ب 0.2، التيار الكل اللي هو مديهولنا، في ال Req ب 37، يطلع بالآلة برضو يبقى 37 في 0.2 7.4 فولت. رقم C. How much power is delivered to 22 ohm؟ 22 ohm ديت هنفرضها اسمها R1 مثلا. يبقى المطلوب رقم C زي ما انت شايف، how much power، الباور اللي هو رمزه B. لو انا عايز الباور بتاع المقاومة بيساوي I تربيع في R. ال I اللي هي قيمتها كام يا شباب؟ 0.2 تربيع ضرب ال R 1 اللي هي 22، يبقى 0.2 تربيع ضرب 22 يطلع 0.88 واط، الباور بيتقاس بالواط. رقم D. How much power is supplied by the battery؟ الباور بتاع البطارية بيساوي I في دلتا V. I 0.2، البطارية كانت 7.4 تساوي، يبقى 0.2 ضرب 7.4 1.48 واط، دوت القدرة بتاعت البطارية، ودي قدرة المقاومة رقم 1. سؤال رقم 50 بيقول لي أميتر 2، أميتر 2 in figure 18 read 0.5. هذا الأميتر بيقرأ 0.5 أمبير. Find the potential difference across 22. عايزين البوتنشال ديفرنس، طبعا الكرنت اللي بيقرا ده هو اللي بيقرا ده هو اللي بيقرا ده. البوتنشال ديفرنس اللي هو فرق الجهد، يعني عايزين V بتاعت المقاومة سميها 1. V1 تساوي I total في R1 تساوي نص ضرب 22. بالكالكليتر بتاعك نص ضرب 22 تطلع 11 فولت. رقم B. Find the potential difference across 15. عايزين هنا بقى فرق الجهد هنا، يعني V بتاعت المقاومة رقم 2، سمي دي مقاومة 2، V2 هتساوي I total في R2 تساوي 0.5 ضرب 15 بالآلة الحاسبة، 15 ضرب نص تطلع 7.5 فولت. Find the potential difference across the battery، فرق الجهد بتاع البطارية دلتا V بتاعت البطارية هتساوي V بتاعت المقاومة الأولى زائد V بتاعت المقاومة الثانية، تساوي 11 زائد 7.5. عرفت تحسبها؟ اوكي. ما عرفتش، الآلة موجودة، ما تشيلش هم خالص. 18.5 فولت.
سؤال رقم 12 بيقول لي sketch the magnetic field line around a long current carrying wire and apply the right hand rule to indicate the direction. The right hand rule لو انت بصيت على هذا الشكل هتلاقي اللي في النص ده الواير اللي موجود فيه التيار وده الكرنت اللي اسمه I. هخلي الثمب أو الإبهام مع التيار وأصابع اليد هتشير لاتجاه الماجنتيك فيلد. يعني أنا لو عندي الواير كده وماشي فيه التيار في هذا الاتجاه هيكون الماجنتيك فيلد على شكل دوائر أو شكل حلقات مغلقة حوالين الواير، وبتحددها بقاعدة اليد الإيه؟ اليد اليمنى كده، دي عبارة عن دوائر. يبقى بيقول لي الرايت هاند رول imagine holding a length of wire with your right hand كأنك هذا الواير اهو، وبخلي الثمب مع الكرنت لو فوق وخلي الثمب مع الكرنت لو تحت، الأصابع تشير باتجاه الماجنتيك فيلد. If your thumb point in the direction of the conventional or positive current, the finger of your hand encircling the wire point in the direction of the magnetic magnetic field. يبقى انت كل اللي عايز تعرفه ان الثمب مع التيار والاصابع بتبقى مع اتجاه المجال، والمجال بيكون على شكل حلقات او دوائر مركزها مين؟ مركزها السالب. سؤال رقم 13 بيقول لي apply the right hand rule to find the direction of the force when a current carrying wire placed in external magnetic field. قاعدة اليد اليمنى هنخلي الاصابع هذه الفينجرز مع الماجنتيك فيلد مع بي، والثمب مع الكرنت اي، البالم هاند او باطن اليد يشير لاتجاه مين؟ يشير لاتجاه الفورس افكتس اون ذيس واير. لو بصيت في الرسمه اللي هي على اليسار الفيلد اوت اوف ذا بيج، يعني تخلي صوابعك دي بره الورقه او بره السكرين او بره الحاجه اللي انت بتحل عليها، والثمب مع الكرنت، الكرنت زي ما انت شايف رايح جهة اليمين، يبقى انا هخلي صوابعي خارج الشاشة بس وهتيجي في عينيك، وهذا جهة اليمين، هلاقي باطن اليد لأسفل، عشان كده كانت الفورس تو داون، يبقى الواير ده هيتحرك لتحت. تعال نشوف هنا الفيلد انتو ذا بيج، تخلي صوابعك جوه الشاشة، الثمب جهة اليمين، هتلاقي البالم هاند باصص لفوق، يبقى الفورس تو اب، يبقى دي اسمها الرايت هاند رول عشان تعرف الدايركشن بتاع الفورس افكتس اون واير كارينج كارنت او سلك يحمل تيار. تعالى نشوف السؤال دوت، بيقول لي استريت واير كارينج 5 امبير ده التيار current in a uniform magnetic field at a right angle، يعني ايه right angle؟ يعني الزاوية بتساوي 90 to the wire when 0.1 meter هذا اللينث او طول الواير of the wire is in the field. The force on the wire الفورس اللي هي F 0.2 نيوتن. What is the strength of the magnetic field البي بتساوي K؟ طبعا القانون F بتساوي I L B sin theta. F موجود عندك 0.2، I بخمسة، ال L ب0.1 ضرب ال unknown اللي هو الماجنتيك فيلد مضروب في ساين 90، او ممكن لو لقيت ساين 90 ما تكتبهاش خالص وتشيلها كده، نقدر نجيب البي بطريقة الشيفت سولف. لو انت مش عارفها انا هقولك عليها بالراحة اهيت خالص عشان ممكن يكون فيكوا لسه مش عارفها. بنكتب ال 0.2 عشان ندوس علامة اللي يساوي هذه الفا ايكوال الحمراء هذه، بعد كده 5 في 0.1 ضرب الفا اكس، اكس يعني مجهول، ملتبلاي ساين 90، اقفل القوس. انا كده كتبت المعادله زيها بالظبط، وادوس شيفت سول يساوي، هلاقي ان اكس تساوي 0.4، اكس اللي هي البي 0.4. لو افتكرت تسلا يبقى انت كده 10 على 10. سؤال رقم 14، draw the magnetic field line inside and around a solenoid carrying current and identify its poles. السولونويد اللي هو الملف اللولبي زي اللي انت شايفه ده، الملف اللولبي اللي قدامك ده لو كان الكرنت بهذا الشكل على الملف داخل من هنا كده اهو وبيلف ورا، بخلي الاصابع بتاعتي هذه مع اتجاه الاي،
والثمب ده يشير للنورث بول، للقطب الشمالي. يعني انا دلوقتي بقى عندي ماجنتيك فيلد داخل هذا السولونويد، داخل هذا الملف اللولبي. هذا الماجنتيك فيلد هيبقى عبارة عن هذا الشكل، طالع من هنا كده وداخل من هنا كده اهو، عشان هو بيدخل من الساوث، من القطب الجنوبي، ويطلع من القطب الشمالي. ده باستخدام الرايت هاند رول. يبقى you can use a right hand rule to determine the direction of the magnetic field around a solenoid when current is on. Imagine holding a solenoid، كأنك بتمسك السولونويد with your right hand. If you curl your fingers، بتلف صابعك around the solenoid in the direction of conventional current، مع اتجاه التيار، as in the figure، your thumb will point toward what solenoid north. طبعا هذا السولونويد او هذا الملف بيكون فيه المجال المغناطيسي بهذا الشكل، كأنه طالع من القطب الشمالي داخل من القطب الجنوبي، موجود بره وداخل السولونويد، زيه زي مين؟ زي المغناطيس. يبقى ده بخلي الأصابع مع اتجاه التيار اللي ملفوف على الملف اللولبي، والإبهام يشير لاتجاه القطب الشمالي للماجنتيك فيلد. سؤال 15 أو مفهوم رقم 15، describe an electromagnet. electromagnet اللي هو الإيه؟ المغناطيس اللي بيشتغل بالكهرباء يعني. The factor affecting its strength، العوامل اللي بتأثر في زيادة شدة المغناطيس هذا أو قلة شدة المغناطيس، and its advantage، المميزات بتاعته اللي بتميزه عن البيرمننت ماجنت أو المغناطيس الدائم. أول حاجة نعرف إن الإلكترو ماجنت is a magnet whose magnetic field is produced by electric current. عارف السولونويد؟ قول لي عارف السولونويد اللي أنا لسه متكلم عنه ده. السولونويد هذا لو في تيار كهربي هيبقى فيه magnetic field، لو مفيش تيار كهربي يبقى مفيش magnetic field. السولونويد بيبقى فيه في القلب بتاعه قطعة حديد عشان تزود السترينث، تزود شدة المجال المغناطيسي، ولما بيتكون فيه magnetic field بيبقى زيه زي المغناطيس بالظبط، المغناطيس الدائم، بيطلع من نورث يخش الساوث وداخل المغناطيس فيه magnetic field، يعني زيه زي المغناطيس بالظبط. بس في ميزة إن أنا لو فصلت الكهرباء المجال يفصل، فبيستخدموه في اللي هي المغناطيس اللي يشيل الخردة الحديد أو بيشيل الكونتينرز يوديه على العربية، يفصل الكهرباء ينزل على العربية بكل هدوء. الفاكتورز affecting strength of the solenoid، ايه العوامل اللي بتأثر في شدة بقى المجال المغناطيسي؟ أول حاجة the strength of the magnetic field in the solenoid proportional to the current in the solenoid loop، بيتناسب طرديا مع شدة التيار. زود التيار يزداد شدة المجال المغناطيسي، قلل التيار يقل شدة المجال المغناطيسي، افصل التيار يفصل المجال المغناطيسي. كمان it's also proportional، يتناسب مع number and spacing of loop، يتناسب مع عدد اللفات والمسافات بين اللفات of loop. The more loop، زيادة عدد اللفات there are in the solenoid and the closer they are spaced، كل ما يكون عدد اللفات كتير وكل ما يكون المسافات بينهم قريبين. يعني ايه قريبين؟ يعني ان انت تجيب واير وتلفه كله جنب بعضه كده، ما تسيبش مسافات بينهم وبين بعض، كل ما يزداد السترينث طبعا. And the closer they are spaced the greater the solenoid، كلما زادت شدة هذا المجال المغناطيسي magnetic field strength. The magnetic field strength، شدة المجال المغناطيسي بتاع السولونويد، also can be increased by placing an iron containing rod inside it، لو حطيت ساق حديدية داخل السولونويد يزداد شدة المجال المغناطيسي كذلك. وقال لي ان هو can be increased by placing an iron containing rod inside it. An iron rod، الساق الحديد دي، strengthens the solenoid magnetism because the solenoid's field produce a temporary magnet field in the iron. طبعا القلب الحديد بيشتغل كأنه مغناطيس مؤقت، فبيزود من شدة المغناطيس. Just as a permanent magnet produce a temporary magnet in a ferromagnetic object،
يعني انا لو جبت مغناطيس بحق وحقيقي في نورث وساوث، حطيت فيه مسمار هيجذبه، المسمار ده بقى اسمه مغناطيس مؤقت. يعني هنا بقى عندي اس وهنا ان، والدليل على كده ان انا لو جبت مسمار تاني هينجذب هو كمان للمسمار الاول، بقى اسمه مغناطيس مؤقت. temporary ايه؟ temporary magnet. advantage over permanent magnet، ايه المميزات بتاعت الالكتروماجنت او المغناطيس الكهربي عن البيرمننت ماجنت المغناطيس الدائم؟ اول حاجة ان السولونويد كان بي سترونج الكتروماجنت، ممكن يبقى قوي جدا لو زودت التيار، لو زودت عدد اللفات، لو قللت المسافات بين اللفات، producing a magnetic field much stronger، يطلع مجال مغناطيسي قوي جدا 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 than those around the permanent magnet مقارنة بالمغناطيس الدائم. سؤال رقم 16، calculate the maximum and effective value of current, voltage and power for an AC generator. عشان نعرف الموضوع انا عندي حاجة اسمها I effective بتساوي ال I maximum على جذر 2، وعندي حاجة اسمها V effective بتساوي V maximum على جذر 2، وعندي حاجة اسمها power average بيساوي ال power maximum على 2. ساعات بدل كلمة effective بتلاقيها RMS root mean square، هما الاتنين حاجة واحدة. ده موجود فين؟ في ال AC generator اللي هو مولد التيار المتردد. زي ما كنا في سؤال بيقول لك ارسم التيار المتردد، كان التيار المتردد بيزيد يوصل ماكسيموم، يقل يوصل صفر غير اتجاهه وهكذا. فالماكسيموم هذا الماكسيموم، في تحت منه بشويه صغيرين كده حاجه اسمها الافكتيف كورنت والافكتيف فولتج، حاصل ضربهم الاثنين يديني الافريج باور، يعني الباور افريج هذا متوسط القدره بيساوي الاي افكتيف مضروب في الفي افكتيف. انما الباور ماكسيموم مش الباور افريج هيساوي الاي ماكسيموم ضرب الفي ماكسيموم. سؤال رقم 41 بيقول لي ان اي سي جنريتور ديفلوب ا ماكسيموم بوتنشال ديفرنس، يعني دي الفي ماكسيموم، ات ديليفر ا ماكسيموم كارنت، الماكسيموم كارنت اللي هو الاي ماكسيموم تو ان اكسترنال سيركت. رقم A، what is the effective potential difference، عايزين ال V effective، لسه كاتبينها بتساوي ال V maximum على جذر 2، هتساوي 150 على جذر 2، يطلع كم؟ 150 قسمة جذر 2 يطلع 106.1 voltage. what effective current does the generator deliver to the external، عايزين ال effective current I effective، يبقى هتساوي ال I maximum برضو على جذر 2، ال I maximum كانت ب30 قسمة جذر 2 it's equal to 21.2 أمبير. المطلوب رقم C، what is average power، ال power average، ال power average هيساوي ال I effective ضرب ال V effective، يعني هيساوي 21.2 ضرب 106.1 هتساوي 106.1 ضرب 21.2 2250.7 وات. السؤال اللي بعديه بيقول لي an electric stove connected to AC source with an effective potential difference، يبقى ديت effective يعني هذه ال V effective، تمام. Find the maximum potential difference، ال maximum يعني عايزين ال V max بتساوي كام فولت. Find the maximum potential difference across the stove element when it is operating، لما بيشتغل. طبعا ال V effective هيساوي ال V maximum على جذر 2، يؤدي إلى أن ال V maximum هتساوي V effective ضرب جذر 2، يعني هيساوي 240 ضرب جذر 2، والآلة الحاسبة تطلع الأنسر 240 جذر 2 equal 339.4 339.4
بوينت 4 فولتج رقم بي. The resistance of the operating element is 11 ohm. الريزيستنس اللي اسمها R. What is the effective current? I effective. طبعا كلنا عارفين قانون اوم ان ال I هتساوي V على R. ال I effective هتساوي V effective على R. يعني الانسر على 11 يطلع بيساوي الانسر اللي كان موجود عندي قسمة 11 يطلع 30.9 امبير. سؤال رقم 17 بيقول لي solve a problem to find the current with voltage and resistance in parallel. parallel اتكلمنا عليها اكتر من مرة. تعال نشوف المسألة ديت ونجيب اللي هو طالب. بيقول لي for figure 22 the battery develops 110 فولت. يبقى ديت 110 فولت. Which resistor is the hottest؟ مين اللي هتبقى أسخن مقاومة؟ أسخن مقاومة يعني أعلى في الباور. بالمناسبة في البارلل أو في التوازي أقدر أقول إن البي بتاعت المقاومة ولتكن هذه رقم 2 هنسمي دي R2 وهذه R3 هذه R4 الفولت بتاعهم متساوي. اقدر اقول ان البي بتساوي بي تربيع على ار. اقدر استخدم القانون ده. يعني لو عايز اجيب الباور للمقاومة رقم 2 هتساوي 110 سكوير اوفر 20. يبقى 110 سكوير على 20 هتساوي 605 فولت. البي 2 هتساوي 110 سكوير على 50 هتساوي يبقى 110 قسمة 50 يطلع 242 واط. بي 3 هتساوي 110 سكوير اوفر 10 ايكوال 1210 واط. يبقى زي ما انت شايف اقل مقاومة هو الاكثر واط، يبقى هو الهوتست. يبقى هذا is the hottest الأسخن، لأن في الحالة دي في البارلل، خلي بالك في البارلل الباور يتناسب عكسي مع الريزيستنس. لو الريزيستنس قلت الباور يزداد. دي تعتبر inversely proportional، علاقة عكسية. Which resistor is the coldest؟ أنهي واحد أبرد خالص؟ اللي هو B2 زي ما أنت شايف في الرسمة. B2 كنا مطلعينها 242 واط بس. يبقى ده is the coldest عشان نفس السبب inversely مع resistance. resistance زادت الباور قل فالسخونية قل. السؤال اللي بعديه بيقول لي what will ammeter 1 read. هذا الاميتر بيقيس مين؟ ده بيقيس الاي توتال يا مستر. نعرف نجيب الاي توتال؟ نعرف نجيب الاي توتال. ازاي نجيب الاي توتال؟ اول حاجه حضرتك هتجيب لي الار اي كيو. يبقى عشان اجيب الاي توتال الخطوه الاولى هجيب الار اي كيو. ده بارلل يعني 1/20 زائد 1/50 زائد 1/10 الكل تو ذا باور نيجاتيف 1. وبالاله الحاسبه بتاعتك تفتح قوس وتعمل اس سالب 1 خش جوه القوس شرطه كسر 1/20 بلس 1/50 بلس 1/10 equal 2.88 أو 5.88 أو. بعد ما جبت ال RQ تقدر تقول بقى ال I total ده اللي هو هيقرأ في الأميتر رقم 1 يساوي دلتا V على المقاومة المكافئة RQ. 110 على الأنسر اللي موجود في الآلة الحاسبة بتاعتك. يبقى دي هنا 110 قسمة الانسر يساوي 18.7 امبير. ده التيار التوتال. What will ammeter 2 read؟ ammeter 2 هيقرا التيار اللي ماشي هنا، وammeter 3 يقرا التيار اللي ماشي هنا، ammeter 4 يقرا التيار اللي ماشي هنا. عشان اجيب التيار بتاع الاميتر رقم 2 هكتب ان I 2 هيساوي دلتا V قسمة R 2. يعني 110 قسمة 20. 110
قسمة 20 يطلع 5.5 أمبير. طب لو عايز أجيب هذا R3 I3 110 قسمة 50، عايز أجيب هنا 110 قسمة 10، يبقى زي ما هو قال أهو. What will ammeter 3 read؟ أميتر 3 كانت المقاومة بتاعته 50، أنا فاكرها وأنت كنت فاكرها من الرسم. يبقى I3 يساوي دلتا V على R3 يساوي 110 قسمة 50، أشيل دي وأخليها 50، يطلع 2.2 أمبير. I4 دلتا V على R4 اللي كانت بتساوي 10، 110 قسمة 10 يساوي 11 أمبير. لو أنت جمعت التلاتة دول هيطلع 18.7 أمبير اللي هو الأيدول.